السلام عليكم ورحمة الله جرت قبل قليل فقط قرعة ثم النهائي كأس الجمهورية الجزائر وكانت نتائجها على النحو التالي شباب الثورة تستقبل شبيبة جيجل الأولمبيك أقبو يستقبل اتحاد خنشلة أتلتيكو بارادو يستقبل ترجي مستغانم شباب الزاوية يستقبل مشعل حسيم سعود حدد تاريخ 28 و 29 أفريل تاريخ مباريات ثم النهائي أما 12 و 13 ماي لإجراء مباريات الربع نهائي كأس الجمهورية.